ومن العلامات الصغرى للساعة انفتاح الدنيا على الناس حتى على أهل البادية، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا تطاول الرعاء في البنيان فذاك من أشراطها. وعند مسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: إما أن يحرص أحدهم على أن يكون أرفع من بنيان الآخر، وإما أن يحرص البعض على أن يكون بيته أجمل من الآخر، وإما أن يكون أعم من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وليس المحصور بذلك أهل البادية، بل إن الناس يتباهون في البنيان، كما جاء عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان وأنتم ترون ناطحات السحاب متعددات الأدوار، كيف الناس يتباهون بها.